السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتي وأخواتي الأفاضل. موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله هو استعراض لعصير المورينزي من إنتاج شركة DXN. هذا العصير يتكون من خلاصة عصير أو سائل فاكهة الموريندا أو تعرف بفاكهة النوني. هذه الفاكهة صغيرة جدا، تنمو في المناطق الاستوائية من المحيط الهادي من جنوب شرق آسيا إلى أستراليا، وبالأخص في منطقة بولينزيا. وبولينزيا هي مجموعة مبعثرة من الجزر في المحيط الهادي، وتنمو أيضا في الرماد البركاني الغني لجزر هاواي. يقول عن الأطباء عن هذه الفاكهة وعن مستخلص هذه الفاكهة أنه أفضل اكتشاف صحي طبيعي في 50 سنة الماضية، لأنه غذاء فوق العادة، يحتوي على مضاد أكسدة فوق العادة أيضا، ويحتوي على مادة الزيرونين وهو أفضل مضاد للأكسدة على الإطلاق، فهو يعمل حتى على مستوى الخلايا فيجددها ويعيد إليها شبابها ونشاطها. آلية عمل فاكهة النوني حتى يوفر لنا الصحة المثالية، فهو يعتبر من الأغذية المفيدة للجسم، يساعد على التخلص من السموم ويقوم بتنقية أجسامنا من السموم خلال نظام الدورة الدموية مرورا بالكلى والكبد، وكذلك من خلال التبول والتغوط والتعرق والتبخر والطفح والبلغم والمخاط. وتعتبر المواد المغذية هذه ضرورية في العديد من العمليات الكيميائية للجسم، لذا يقوم النوري بتزويدك بالمواد الغذائية المتوازية الأكثر احتياجا للحفاظ على وظائف الجسم في أفضل مستوى لها. طيب، ما هو سر هذا العصير أو هذه الفاكهة؟ الموريندا السائلة تحتوي على عدد من المكونات النشطة والفعالة مثل الزيرونين والبروزيرونين والموريندين والبروتينين الحديد وغيرها، ولكن أكثر مادة كيميائية حيوية ضرورية جدا للكثير من التفاعلات الحيوية لدى الإنسان العادي في الظروف العادية تخزن في الكبد، وهي البروزيرونين. وكل ساعتين يرسل المخ إشارة إلى الكبد لإطلاق كمية معينة من البروزيرونين، وتمتص أعضاء مختلفة في الجسم هذه المادة من خلال مجرى الدم، وتكفي لإنتاج الكمية التي تحتاج لها على الزيرونين. فهي في العادة تحتوي الخلايا على كميات كافية من المواد الكيميائية الحية الأخرى المطلوبة لتوليف الزيرونين، ولكن عادة ما يكون البروزيرونين هو المادة التي لا يوجد ما يكفي منها. ولكن هذا الأمر ليس مشكلة ما لم يكن هنالك حاجة إضافية للزيرونين في أحد الأنسجة أو الأعضاء. ولكن أي جهد قد يجعل هذه الحاجة ملحة لهذه المادة، مثل أي نشاط سابق للسرطان بالخلايا أو أي عدد من المشاكل الصحية الأخرى بما فيها المشاكل الطبيعية أو العاطفية أو التلوث بالفطريات أو المواد السامة، فقد تنتج عنها هذه الظاهرة. لذلك عندما يحدث تزايد الحاجة للزيرونين بصورة حادة، ولكن الكبد يوجد به بروزيرونين والسيروتونين لكنها تفتقد إلى البرو